السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاءنا في الفيديو رقم 84 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، وهو يعتبر الجزء الثاني من الجزء الثاني لتوضيح عملية النزح الجوفي باستخدام الآبار العميقة أو Deep Well Watering، وده يمكن جزء من كتاب الدكتور محمود المصلحي. هنا طريقة التنفيذ بالنسبة للديب ويل دووترينج، انه بيكون فيه تحدد اماكن الابار طبقا للتصميمات، ثم نبدأ الحفر بواسطة البريمة، وهنا بتحط كيسون. طبعا ده نفس المستخدم في الخوازيق العادية، وهنا قطر القيسون يحدد انه يزيد عن قطر البئر بمقدار 10 سنتي، وبيستمر العمل حتى الوصول للعمق المطلوب، وانه بيكون الجزء المثقوب اللي من الماسوره يكون داخل طبقه الرمل بحيث يساعد على ترشيح الميه. بعد كده بننزل ماسوره البير داخل الماسوره بتاع الكايسون نفسها، ولو انت ممكن وانت بتنزل الماسوره بتاع البئر ممكن تحط عليها سبيسر كده بحيث ان هي تكون مرتكزه في نص الكايسون، وممكن عادي بدون السبيسر ممكن مفيش مشكله. وبعد ما تنزل الماسوره بتحط كميه من زلط الابار اسفل الماسوره بمقدار 30 سنتي، طبعا برضك علشان حبيبات التربه ما تخشش جوه الماسوره، بمقدار 30 سنتي. يجهز زلط من نوع خاص، هو زلط الابار او البي جرافل، قطر الحبيبات بتاعته من 1 لـ 4 ملي، وبيتحط بين ماسوره البير والكايسون حتى ارتفاع متر فوق الجزء المثقب. هنا يمكن البير هو ديت يمكن النقطة اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده، وهو البير هنا انه ماسورة البير نفسها بيكون من 8 لـ 16 بوصة حسب التصميم وكمية المية اللي احنا عايزين نسحبها في الساعة. وهو عبارة عن ماسورة مصمتة، طبعا الماسورة بتكون مقفولة بتلتين المتر، تلتين البير نفسه او تلتين الارتفاع بتكون مصمتة، في جزء باقي الجزء اللي هو التلت الباقي يعني بيكون مثقوب بي عشان المية ان هي تدخل مية الرشحة والمياه الجوفية. والجزء المثقوب ده بتلفه بشبكة بحيث ان هي ما تخليش حبيبات التربة تدخل جواه، ممكن شبكة من النحاس، وفي ممكن طرق تانية او شبكة من البلاستيك ايا يعني كان المستخدم لتغطية الجزء المثقوب بحيث ان هو يستمر في سحب المياه. يتم تنزيل ماسورة البير داخل ثقب دائري اللي هو القيسون اللي احنا اتكلمنا عليه، وقطر الحفر يزيد 4 بوصة عن قطر ماسورة البير. ده يمكن كان ماكينة طبعا الحفر البريمي هي المستخدمة في الخوازيق، هي نفسها المستخدمة في عمل القيسون في الديب ويلد ووترينج. زي ما انت شايف هنا كان ده يمكن في موقع انشاء عمل خوازيق، ولكن زي ما انت شايف القيسون هو اللي موجود هنا بيتم تنزيله بالفايبريتنج. ده لغاية ما ينزل القيسون لغاية المنسوب اللي احنا عايزينه زي ما انت شايف، وبننزل القيسون، وبعد كده بنقدر نعمل الحفر البريمي داخل القيسون لغاية ما نوصل لمنسوب النزح اللي احنا محتاجينه. هنا خلاص بعد ما وصل لمنسوب النزح، طبعا المشروع ده يمكن في المملكة السعودية، دي ماسورة البير المستخدمة عندنا. ده الكايسون خلاص انتهى هنا، وبدأنا ننزل الماسورة زي ما انت شايف بكامل الارتفاع زي ما انت شايف، وبتحاول تثبتها بحاجة عشان تقدر تنزلها شوية بشوية متنزلش بحجم الصدر. ده برضك لسه في تنزيل الماسورة، ده شكل الماسورة يمكن في الاخر بيتنزله جوه الكايسون. ده زي ما انت شايف خلاص بعد الانتهاء خلاص تماما من تنزيل الماسورة داخل الكيسون، زي ما انت شايف القطر نفسه حسب التصميم او على حسب، طبعا بيصمم على حسب كمية النزح اللي احنا محتاجين نشيلها من الماسورة. ده طبعا من باب التوضيح برضو بتاع شكل المواسير، ممكن تيجي 3 متر 4 متر 5 متر ايا كان يعني الشركة الموردة للمواسير بالشكل ده، ممكن بالشكل ده. طبعا بتتوصل بيكون في زي حز من هنا كده بيكون على اساس انه يقدر يوصل بين المواسير وبعضها البعض، لان هي طبعا بتكون باطوال محدوده بحيث ان هي تستاهل ان هي تتورد للموقع.
طبعا زي ما انت شايف الصورة السابقة كانت يمكن من نوع لون ازرق كده المواسير، هي طبعا يمكن هنا في الصورة دي كانت مواسير كده رصاصية. طبعا ايا كان المواد المعتمدة اللي عندك في المشروع او على حسب مقاول الباطن اللي معاك فهتقدر تستخدم نوع الماسورة. ده برضو كان يمكن احد المشاريع في المملكة السعودية، وبرضو كان مستخدم المواسير من نوع الشكل الرصاصي اللي انت شايفه ده. ده بس كان توضيح للبي جرافل، زي ما قلنا ان هو بيكون بس قطره من 1 لـ4 ملي زي ما انت شايف كده. جرافل بيكون صغير كده بحيث ان هو يساعد ان المية تعدي ما بينه، ولكن ما بيسمحش بمرور حبيبات التربة. ده زي ما انت شايف برضك في الموقع نفسه برضك، ده زي ما انت شايف جرافل بيكون صغير شوية او حجمه صغير بحيث ان احنا نقدر نحط به. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا بيكون بعد ما يتم الوصول للمنسوب ده زي ما قلنا انه بيحط هنا جرافل حوالين الماسورة هنا لغاية ما يوصل للمنسوب اللي هنا، يعني بيحط جرافل قصدي يعني فوق الجزء المثقوب من الماسورة زي ما قلنا، بيكون عالي متر عنه شوية لغاية المنسوب ده. وبعد كده بنشيل مسيرة بعد كده بنشيل ماسورة الكايسون وبنقدر نستكمل نكمل الأعمال الباقية بحيث إن احنا نقفل السيستم تمام. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كده وضح الجزئين الخاصة بتنزيل الكايسون وتنزيل الماسورة ووضع الجرافل أو البي جرافل أو زلط الآبار حوالين بين الكايسون وماسورة البي. إن شاء الله نستكمل في الجزء الجاي باقي الأعمال للانتهاء من تركيب السيستم أو النظام تمام. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.